الطلقات في تونس، ازمه الليسانس، الازمه هذه اللي ما زالت متواصله في تونس. مع السؤال اليوم في مختلف انحاء الجمهوريه، ما هو الكيوسك اللي يبيع ليسانس، واكيد حتى الحركه كان لاحظتوا سامع، حتى الحركه نقصت شويه ممكن نشوف كل حركه كان قدام معناتها محطات الوقود سينو في الطريق نقص. وهذا متوقع متوقع جدا، اكيد برشا متغيرات، الناس ممكن مش باش تخرج ولا تختار عدم التنقل بكثره، مش على خاطر الطقس يظهر، على خاطر زاده ما ثماش محروقات، ولو انه ديما حاله الطقس تبقى دائما مهمه. ميتيو دونك المعهد الوطني للرصد الجوي يقول في نشرة محينة، يقول خلايا رعدية متوقع نشاطها مساء اليوم بالشمال ومحليا بالوسط، ترافق أمطار متفرقة تكون أحيانا غزيرة بجهة الوطن القبلي مع تساقط البرد وظهور صواعق بأماكن محدودة. بالنسبة لنشاط الريح يطلب نصيب من اليقظة قرب السواحل، المنتظر أنها تتجاوز السرعة متاعها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر يكون مضطرب. عموما نختم على الحرارة القصوى ليلا تكون بين 20 و 24 درجة بمناطق الشمال والمرتفعات، وتكون بين 24 و 28 درجة ببقية الجهات.